مبروك انت كسبت $102. اهلا بيكم فيديو جديد، تطبيق جديد للربح من الانترنت. والتطبيق ده طلب مني ان انا اتكلم عليه، هل بيدفع ولا لا زي ما هو قدامك في الكومنتات. ولكن قبل ما نروح للموضوع ده كله، صلي على النبي يا صاحبي في الكومنتات، لايك للفيديو، اشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل جرس التنبيهات. قناتنا البديله احمد سعيد، اتمنى ان انت تدخل وتتابعني عليها، هتلاقيها في صندوق الوصف او تحت الفيديو. دلوقتي نقول يلا بينا. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake. اول ما هتفتح التطبيق تمام، هيبدا ان هو يعد لك وقت كده ويقول لك $1000 والكلام كله فلوس فلوس. فبتقول له اوكي، بيبدا ان هو يقول لك ابل واتش يعني، فبتقول له برده شيك ان او كليك ان تمام، وبتدوس على علامه الاكس اللي هي فوق دي. طبعا بيبدا ان هو يعرفك بتلعب ازاي والكلام ده كله، بتدوس على علامه اوكي تحت، وبيبدا بقى يعني يقول لك انت تشد ايه، تلعب ازاي اصلا. فبتشد الشده، فبتلاقيه بقى بيجمع مع نفسه كده او تقريبا خلص اللعبه حرفيا. فبتفضل مستني طبعا زي ما قلت لك كده بنتفرج، شايفين انه هيفضل يجمع لحد ما يقول لك مبروك انت كسبت $102. انت متخيل الرقم؟ طبعا بيبدا ان هو يقول لك دوس على ال 102 طبعا، فبتدوس عليها من فوق، بيبدا يحمل معاك ويقول لك انه انت قدامك يعني لازم تجمع $1000 في الوقت ده اللي هو يوم تمام. فبتقول له اوكي تمام، مفيش اي مشاكل. في الجنب كده بيقول لك $199 لما تتفرج على اعلان. انا هتفرج على اعلانات مش اعلان. بتدوس عليها بيفتح معاك اعلان طبعا، بس عشان الوقت شلنا الاعلان، خدنا طبعا ال 199 او $200. بنرجع بقى تاني للعبه، بنكمل اللعبه طبعا، خلاص احنا فهمنا الموضوع. بيبدا ان انت او بتبدا ان انت تجمع تاني دولارات، بتقول له كوليكت، فبيجمع برضه معاك. ده الكلام ده جميل جدا، $400 في 5 ثواني يا جدعان. طبعا بتلعب تاني وتالت 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 طبعا، وتمشي في المستويات. دي بقى حاجه جديده، بما انك عديت المستوى بتاعهم بيقول لك انت اخدت 10% او 8% ان انت تربح ايفون و105 وكلام كله جميل. بتقول له كوليكت، طبعا دي كلها كده يعني حاجات انت تشوفها تنبهر تمام. بنكمل لعب احنا بقى تمام، وبيبدا ان انت تجمع دولارات وجواهر وكلام جميل جدا. بتدوس على كوليكت، بيفتح معاك اعلان طبعا عشان الوقت، الفيديو خلص الاعلان، بترجع تلعب تاني او بتاخد فلوس فعلا، ولكن بترجع تلعب تاني بيبدا او بيبدا ان هو يجيب لك بتاعه الهدايا ديت برده كلها اعلانات. ترجع تلعب اللعبه تاني تجمع دولارات، عشان تجمعها لازم تتفرج على اعلان. بتوصل في النهايه يعني هتوصل لل $1000، ولكن هل ينفع تسحبهم؟ هنا تكمن المشاكل كلها يا صديقي. انت بعد ما تجمع ال $1000 تمام، هيبدا ان هو يطلب منك حاجات تانية، تتفرج على اعلانات، تدعي اصدق، حاجات كده غريبة ملهاش اي معنى. بمجرد انت تكملها تاني هيفتح لك حاجات تالتة وحاجات رابعة وحاجات خامسة. فخلاصة الموضوع ده، تطبيق ماجيكال او اللعبة ديت يعني نص، انت محملها امسحها. لو انت بتفكر تحملها وداخل تشوف فيديو والفيديو ده ظهر لك، صدقني هي مضيعة للوقت، استغلال 200% من قبل اصحاب التطبيق، لان هم بيدخلوك على الاعلانات وهم بيكسبوا وانت بدون اي فايده من ام اللعبه دي. فيا صديقي، ده الفيديو للناس اللي طلبت مني، او ده اللعبه او تطبيق نصاب نصاب نصاب. بس كده، لو انت بقى عندك اي موقع، اي حاجه عايزني نتكلم عليها، سيبها لنا تحت في الكومنتات باذن الله، فيديو مخصوص ليك يا صديقي. بس كده، اشوفك في فيديو تاني. سلام.